بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيدنا محمد خير المرسلين، وعلى آله الطيبين الطاهرين، وعلى صحابته الغر الميامين، وعلى التابعين وتابعي التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وعلينا معهم جميعا يا رب آمين. في لقائنا السابق تحدثنا عن القلب وعن قسوة القلب وعن غفلة القلب التي تؤدي به إلى أن لا يخشع ولا يحضر مع الله سبحانه وتعالى ولا يستشعر عظمة الله سبحانه وتعالى، وذكرنا أن لذلك أسباب وأن هذه الأسباب يجب أن يعمل الإنسان على إزالتها ويهتم بهذا الأمر ولا يغفل عنه ولا يعتبره أمرا عاديا يتعود عليه ويصبح حياته بهذه الطريقة عادية، قلبه مخشاع ومدمعات ما حس حضور مع الله تعالى ولا مسألة عنده عادية ما لا يلتفت إليها. تحدثنا لقاء سابق على ذلك. فاللقاء المبارك إن شاء الله غادي نحاولوا نشوفوا هذاك القلب اللي هذيك هي الحالة دياله، معناه أنه نشوفوا المنابع ديال الإيمان اللي تتوصل القلب، واش كاينه ولا ما كايناش، واش خدامة ولا ما خداماش، هذيك المنابع واش فيها الماء سليمة، ماءها فوار جاري يصل إلى القلب، أم أصلا أن هذيك المنابع اللي منها غادي يوصل هذاك الماء ديال الإيمان إلى القلب فيها عطب مطموسة جافة. فإذا لا نستغرب أن القلب أنه يولي غافل ويولي الإيمان لا يباشره ولا يستشعر هذه الحلاوة، حلاوة الإيمان. وفي هذا اللقاء المبارك غادي نوقفوا على واحد المنبع من هذه المنابع ديال الإيمان، واللي إلا كان سليم وإلا كان شغال وإلا كان فوار فإذا لازم ما غادي يوصل هذاك الماء ديال الإيمان إلى القلب فيسقي تربة الإيمان في القلب وتزهر هذه التربة وتورق وتخرج الفاكهة وتترجم إيمانا على سلوك المرء وعلى علاقته بالله سبحانه وتعالى. إذن غادي نقفوا على واحد المنبع من هذه المنابع، نبداو بها إن شاء الله في هذا اللقاء. هذا المنبع هو قيام الليل. قيام الليل وما أدراك ما قيام الليل. الله سبحانه وتعالى تحدث عن هذا الأمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في القرآن كثير، ومما قال الله سبحانه وتعالى: إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل وثلثي الليل ونصفه وثلثه وطائفة من الذين معك، والله يقدر الليل والنهار. وقال الله عز وجل مخاطبا رسوله صلى الله عليه وسلم: قم الليل إلا قليلا. وقال عز من قائل: ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. كثيرة هي الآيات والأحاديث التي تحدثت عن قيام الليل. فإذا كان سيدنا الله سبحانه وتعالى بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم، بعث لنا سيدنا النبي باش يبين لنا ما نزل إلينا من كتابه. الله سبحانه وتعالى بعث لنا، أنزل إلينا كتاب فيه أوامر فيه نواهي، وغيحاسبنا غدا يوم القيامة على ما جاء في هذا الكتاب من أوامر ونواهي. وكلف رسول الله صلى الله عليه وسلم باش يوضح لنا داك الشيء اللي تنزل لنا. إن القرآن فيه أشياء زدت عامة، فالله تعالى قال مثلا: أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. والرسول صلى الله عليه وسلم والذي فصل لنا الصلاة كيف نصلي، وصلى وقال: صلوا كما رأيتموني أصلي، وحج وقال: خذوا عني مناسككم. فهو بيّن لنا وما نزل إلينا. وقال لنا الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم حرصه على قيام الليل ودوامه على قيام الليل، بل كان في بداية البعثة كان قيام الليل، كان الصحابة مع رسول الله يقومون الليل باستمرار وكان واجب، لكن بعد ذلك خفف الله سبحانه وتعالى علينا بعد حادث الإسراء. لكن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يواظب على قيام الليل، وكان يحث الناس على قيام الليل، وكان صحابته رضوان الله عليهم كانوا
حريصين على المحافظة على قيام الليل، وقيام الليل كانت أبو الصالحين كذلك من عباده. فإذا هذا الإلحاح ديال الله سبحانه وتعالى على قيام الليل، وإخبار سيدنا الرسول صلى الله عليه وسلم على تحبيب قيام الليل للناس، نجد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث اللي في سنن الترمذي عن أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عليكم بقيام الليل فإنه دأب الصالحين قبلكم، وهو قربة لكم إلى ربكم، ومكفرة للسيئات، ومنهاة عن الإثم. قيام الليل إذن أمر مهم مساعد على تطهير القلب من الذنوب والمعاصي، يساعد الإنسان على الحضور مع الله سبحانه وتعالى في جوف الليل. فإذا إذا كان سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم هكا، وكانوا صحابته حافظوا على قيام الليل، وأنا تنسمع قيام الليل وتنسمع أن الله سبحانه وتعالى تقول لي: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، فأنا شنو حظي من هذا قيام الليل؟ واش حظي فقط غير أنني نسمع راه كانوا الناس يقوموا الليل، أو لا قيام الليل مزيان؟ واش أنا تيعنيني هذا الأمر، أو أنه أنا تنسمع هذا الشيء تيتحدث على شي ناس، يتحدث على الرسول صلى الله عليه وسلم وعلى الصحابة وعلى شي ناس أخرين؟ وكثير من الناس تغفلوا على هذه العبادة وهذه القربة الله سبحانه وتعالى، فيها خير كثير، نعم فيها مشقة ولكن فيها خير كثير. إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوى مقيلا. فإذا إذا كنا بغينا نتبع سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، راه هو كان يواظب على قيام الليل، راه الصحابة كانوا يواظبون على قيام الليل، راه الصالحون كانوا يواظبون على قيام الليل، راه قيام الليل يساعد على اجتناب المعاصي واجتناب الذنوب التي تحول بين رحمة الله سبحانه وتعالى، ما تنزلش على القلوب. إذا كان القلب عامر بالمعاصي وعامر بالذنوب وعامر، فإذا كيفاش نديرو نطهروه من ذاك المعاصي وذاك الذنوب باش يوصل ليه الإيمان؟ قيام الليل إذا أساسي اللي بغى قلبه يتطهر، واللي بغى قلبه يخشع، ماشي شي حاجة غير اللي زايدة ولا غير ثانوية، ولا بغيت نديرها نديرها، ولا ما بغيتش نديرها ما نديرهاش. لا، اللي بغى قلبه يخشع وبغى العبادة ديالو يكون عندها طعم ويكون عندها معنى، فلا بد أن يقوم في جوف الليل، لا بد أن يقف بين يدي الله سبحانه وتعالى، بينك وبين مولاك، ما شافك حد ما شفتي حد، عبادة فيها الإخلاص. قوم الله سبحانه وتعالى، بكي عليه، شكي عليه، طلبوا، عرض عليه الحاجة ديالك، الحاجة ديال الدنيا وديال الآخرة، وعرض عليه خصوصا القسوة ديال القلب. لك القلب لا يخشع والعين لا تدمع، راه هو مقلب القلوب، غادي يسمعك وغادي يعمر قلبك بالإيمان ويحيي القلب ديالك. وهذا الروحانية ديال هذا قيام الليل، هذا المنبع الصافي، غادي المياه الدافقة ديالو ديال الإيمان غادي تمشي للقلب، وغادي تسقي داك التربة ديال القلب، وغادي تورق إن شاء الله هذيك الشجرة ديال الإيمان في القلب، وغادي تتمر، وهذيك التمارات ديالها غتنعكس على القلب ديالك، تنعكس على عينيك، تنعكس على جوارحك، تنعكس على معاملاتك وتعاملك مع الناس ومع الله سبحانه وتعالى. لكن إذا كان هذا المنبع الأساسي اللي الله سبحانه وتعالى أعطاه لنا، وسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم دلنا عليه، بل سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم كان مواظب عليه، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفضل الصلاة بعد الفريضة صلاة الليل. فإذا تحبيب ديال الرسول صلى الله عليه وسلم وإلحاح ديال سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأنا نضرب هذا الشيء بكل عرض الحائط، ما التفتش لهذا قيام الليل، ونولي بحال العادة ديال الناس أنه تيصلي العشاء، من تيصلي العشاء تيصلي السبع والوتر واحد جوج ثلاثة ركعات وصافي وانتهى الأمر. وهكا كاين اللي مسايق الخبر كاع راه كاين شي حاجة اسمها قيام الليل وما مسوق ليهاش الخبر، في حين أن هذا ديننا، هذا أمور حببها لنا سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ودلنا عليها وحضنا عليها. وكثير من الصحابة تكلم معه مباشرة وقال له خص يكون عندكم حظ من قيام الليل. فإذا هذا الإلحاح
واش انا بغيت الله سبحانه وتعالى، بغيت محبه الله، بغيت محبه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبغيت حتى انا نشعر بالخشوع، وحتى انا نشعر بذاك المعنى اللي معناه عليا الله سبحانه وتعالى. لو انزلنا هذا القران على جبل لرايته خاشعا متصدعا من خشيه الله، وتلك الامثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. واش انا الناس من الناس؟ واش انا تضرب لي الامثال؟ واش انا غادي نسمع هذه الامثال؟ ولا انا غادي نسد ودني وما نسمع لا أمثال، ما نسمعش الترغيب، ما نسمع الترهيب، ما نسمع الحظ، ما نسمع هادشي كله، ونبقى نتعامل مع قيام الليل وكأنه شي حاجة اللي غير زايدة، شي حاجة غير اللي بغيتها، شي حاجة. فإذا منين غنجيب هذا الإيمان لهذا القلب؟ إلا سديت هذا المنبع وسديت منابع أخرى. سأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقني إخواني وأخواتي وإياكم لقيام الليل، والحفاظ على قيام الليل، والاستمرار في قيام الليل. لما تعودتش على قيام الليل، فهذه المناسبة ديال رمضان إن شاء الله مناسبة مهمة وأساسية، الله تعالى فتح هذه، غادي نتعود فيها على قيام الليل باش نتقرب الله سبحانه وتعالى وناخذ الأجر وناخذ إيه نعم، ولكن ناخذها على أساس أنها تدريب باش إن شاء الله منين يمشي رمضان يولي هذا السلوك عندي عادي، وعلاقتي بالله سبحانه وتعالى في الليل أساسية وما نخليهاش تفوتني. نطلب الله سبحانه وتعالى يوفقنا وإياكم لما يحبه ورضاه، وحتى لقاء آخر، وحتى نتحدث إن شاء الله في اللقاء المقبل عن منبع آخر من منابع الإيمان. وحتى ذلك الحين استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والحمد لله رب العالمين.